اثناء السفر ديالي من مدينه فاس تجاه الرباط بغرض الوقوف في الوقفتين الاحتجاجيتين اللي كنا مقرر ان اللجنه المشتركه للدفاع عن المعتقل الاسلامي غادي تنظمهم اثناء السفر. وبالضبط منين تجاوزت مكناس ما بين مكناس والخميسات لقيت يعني في الطريق سريه ديال الدرك الملكي، يعني كاين جيب فيها الدرك الملكي وقدامه واحد الحافله فيها معتقلين باللحيه فعرفت بان هذوك المعتقلين هما المعتقلين اللي غادي يتحاكموا ذاك اليوم. فشيرنا لهم حنا وواحد المجموعه ديال الاخوه اللي معايا في السياره شيرنا لهم من النوافذ. فاذا بنا كنتفاجئوا ان ذاك جيب ديال الجندرم تبعتنا ووقفونا وقفنا فاش وقفنا جبدوا علينا الاسلحه تقريبا ثلاثه ديال القطع ديال السلاح اللي جبدوا علينا وشهروها في الاوجه ديالنا. بعد ذلك جاو قال لك عطيونا البطائق الوطنيه، عطيناهم البطائق الوطنيه قالوا لنا عطيونا الوثائق السياره، عطيتهم وثائق السياره. قال التفت لقيت بان دوك الموظفين ديال اداره السجن اللي كانوا في ذاك الحافله نزلوا كيقلبوا لي الكفر ديال السياره. فلما قلت له علاش هادو كيقلبوا الكفر يعني باي وجه حق ما عندهمش باي قانون كيقلبوا هادو الكفر يعني ما عندهمش حقيه. فقال لي طلع للطوموبيل اللي غادي نضرب دين امك. لما احتجيت تعالت الاصوات ديالهم بداو كيسبونا حيد لي السالوت ديال السياره وخليني تما واقف يعني ازيد من 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 ربع ساعه. اتصلوا بالادارات ديالهم من بعد جاو قال لك غادي تتبعونا للمركز ديال الدرك الملكي. فعلا تبعناهم لمحطه الاداء فين كاين محطه الاداء ديال الخميسات. وقفنا عندهم مركز تما ديال الدرك وقفنا عاوتاني واحد المده. سلمونا هما مجددا للمركز ديال الدرك الملكي اللي كاين داخل المدينه. فحقوا معنا عموما يعني باش نكونوا منصفين التعامل ديال هذوك الناس اللي تعاملوا معنا في الاول لا علاقه له بما تم التعامل به معنا في المركز ديال الدرك الملكي الخميسات. تعاملوا معنا بطيبوبه وفقا المساطر القانونيه خداو الاقوال ديالنا. سنين على داك الشيء اللي شفنا حنا اللي قلناه قريت المحضر وسنيت وقعت عليه لكن تحفظوا في المساله انني قلت لهم ان داك سبني سب لي الدين. والمساله الثانيه ان عناصر من مندوبيه اداره السجون فتشوا لي السياره فهذه ما بغاوش يضيفوها لي للمحضر. ف حنا كما شفتوا هذا الامر يعني عام تم التوقيف ديالي انا وبغاو يلفقوا لي تهمه ديال محاوله تهريب السجناء او محاوله ديال قلب الحافله اللي كتقلب السجناء. بالمقابل تم توقيف يعني او منع الوقفه اللي كانت غتكون حدا المحكمه ديال الاستئناف يعني بواحد الشكل مستفز. ايضا تم المنع ديال الوقفه اللي كانت مقرر انها دار حدا مندوبيه اداره السجون. وهذا الشيء ماشي غريب على المغرب، هذا الشيء الفناه. فالاستثناء هو اننا يسمح لنا بالوقفات، اما المعنى هذا ولا عندنا اصل.